أعزائي مشاهدي سي سات في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم الأسبوعي حوار ورسالة. الحقيقة النهاردة هنتكلم عن القيامة، قيامة رب المجد إلهنا ومخلصنا يسوع المسيح من بين الأموات في اليوم الثالث بعد دفنه في القبر. ماذا تعني القيامة للمسيحيين على مستوى العالم كله؟ القيامة هي عيد أعياد المسيحيين في كل العالم. إن لم يكن هناك قيامة فكل شيء راح. القيامة هي القيام من أسفل إلى أعلى، بمعنى الحركة نفسها عن القيام. القيامة هي ارتفاع، القيامة هي صعود، القيامة هي يعني تعالي عن الموقف اللي فيه البشرية كلها. حينما قام الرب يسوع من بين الأموات أقامنا كلنا، كل المؤمنين، بأن يسوع هو المخلص. أقامنا معه، أقامنا من إيه؟ من سقطة الخطية، الخطية اللي استبغنا كبشرية بيها، هي معرفة الشر، معرفة الشر وممارسته، وإيه تاني؟ والانفصال عن الله. الانفصال عن الله مصدر الحياة معناه ايه؟ موت. معناه موت، الموت عقاب للخطية، الموت عقاب للخطية. لا يستطيع الانسان دفعه، لانه حتى لو مات وفني، يعني اتفنى، وده مش موجود، لان الانسان خلق ليخلد بدليل ان الروح خالدة. الجسد تحلل وبقي موت، وانفصلت عنه الروح نتيجة الخطية، الموت الذي بنقولها في القداس كده، الموت الذي دخل إلى العالم بحسد إبليس. طبعا لما نكمله هزمته وقهرته بإيه؟ بقيامتك المقدسة، يعني بالموت. المسيح داس الموت. إن لم يكن المسيح قد مات أولا فكيف يكون أنه قام؟ القيام من الموت، ليس القيام من الحياة إلى الحياة، وإلا مش هتبقى ليها معنى. يعني المعنى الحقيقي هنا حينما قال السيد المسيح، قال إيه؟ ابن الإنسان سيسلم ويحاكم ويقتلونه في اليوم الثالث يقوم. ولهذا أتى المسيح ليقيمنا معه. أفراح القيامة الحقيقة بيعبر عنها في جميع أنحاء العالم كلها، في كل الكنائس بالتسابيح والصلوات. أما مظاهر الاحتفالات الأسرية اللي هي الأكل والشرب والدعوات، دي حاجات عادات. لكن الحقيقة اللي لابد أن يعرفها كل مسيحي في العالم كله، سواء أرثوذكس أو غيره، أن أفراح القيامة هي في الكنيسة وفي بيتك، هي تسابيح وصلوات. بنسبح ونصلي لرب المجد لأن نصرتنا في المسيح، يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. مفيش انتصار على بشرية، مفيش انتصار واحد بيهزم واحد، واحد بيتغلب على واحد، أبدا. بولس الرسول بيقول حربنا ليست مع لحم ودم، بل هي مع أجناد الشر الروحية. إذن هزيمة أجناد الشر الروحية اللي هي إبليس، الذي سقط عند الصليب والقيامة. عند الصليب لوحدها ما تنفعش، لازم القيامة. إن لم يكن هناك صليب لا يكن هناك قيامة، ولا يكن هناك قيامة لم يكن هناك أولا صليب. فإبليس هزم وبقي تحت الأقدام، وأعطينا السلطان، فمش في حجة لك أيها الإنسان، أنت بلا عذر. المسيح أتى إلى عالمنا وتجسد وتأنس، يعني مش خد جسد أي جسد، خد جسد إنسان كامل زي وزيك ما عدا الخطية، وجاء لرسالة محددة على الأرض 33 سنة. هو الأزلي قديم الأيام، اتخذ لنفسه جسدا، الكلمة صار جسدا وحل بيننا، ورأينا مجده كما لوحيد مملوء من الآب نعمة وحقا. زيه زيك، لأنه لازم اللي يفدي الإنسان من نفس الجنس،
إنسان، ابن الإنسان. أطلق على المسيح ابن الإنسان طبعا، وفي نفس الوقت هو ابن الله لأنه حال فيه اللاهوت الكامل ليعطيه الصفة المطلقة الأزلية المطلقة. اتحد بالجسد اتحاد كامل وتام دون تغيير. يعني ايه؟ يعني لا اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير. يعني لا اللاهوت خد صفة من صفات الجسد، ما نقدرش نقول ان ربنا بقى له ايد وعينه ورجله، ما لا. ولا الجسد خد الصفة نقول ان الجسد ده بقى لاهوت، ما ينفعش. هو اتحاد كامل ومطلق في اخنوم الاب لايه؟ لتتم عملية الخلاص الذي أعدده الله منذ تأسيس العالم، قبل تأسيس العالم معرفة الله السابقة وأعلمها في الكتاب المقدس وبقوة. نسل المرأة يسحق رأس الحية. مين نسل المرأة؟ مين نسل المرأة؟ هل هو شيس؟ هل هو قابيل؟ هل هو متشالح؟ هل هو داود؟ هل هو أبدا؟ هو المسيح الذي أتى في ملء الزمان متجسدا من العذراء مريم، القديسة مريم الممتلئة من الروح القدس. فعشان كده في إيماننا المسيحي بنقول لتأنس وصلب من العذراء مريم ومن الروح القدس. في عهد مين؟ في عهد بيلاطس البونتي. ده التاريخ 33 سنة و3 شهور أو 4 شهور قضاها المسيح بيننا في الزمن بتاعنا، لكن قبل هذه الفترة هو كائن وبعدها هو كائن. لا يصعد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء الذي هو في السماء، وقالها لنيقوديموس. طيب القيامة هنا معناها ان احنا قمنا من سخطة الخطية. في شرط ولا ما فيش؟ اه طبعا في شرط. التجربة، التجربة بتاعتنا ايه؟ هل ربنا بيجربنا؟ لا، احنا اللي جربنا نفسنا بان احنا انفصلنا على الله بالاكل من اكلة معرفة الخير والشر بكبرياء. يبقى التواضع والاتضاع هو الدرس الاول اللي ادهولنا السيد المسيح وعلى الارض تعلموا مني لاني وديع ومتواضع القلب. التواضع والوداعة هما صفة لابد أن تلتصق بالإنسان المسيحي. لإيه؟ لإيه؟ لتمثله بإلهي وقدوته السيد المسيح نفسه. التواضع والوداعة أول حاجة. المحبة للكل. إن أحببت الذي يحبك تعملت إيه؟ لكن لازم تحب مين؟ أحبوا أعداءكم. يا رب دي حاجة مش قادر عليها. انا اللي هديك القوة. اطلب الروح القدس هتلاقيه، اطلبني هتلاقيني، اطلب المعونة الالهية والسمائية هتلاقيني انك تقدر تحب اعدائك. احسنوا الى مبغضيكم. يا رب ده كتير. لا، هو ده، هي دي رسالة المسيح ورسالة المسيحين، هكذا ينبغي ان تكون. وايه تاني؟ صلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم. قال ده جات عندي كمان، يعني مش أعداء بس بالمعنوي، لا، ده بيطردوكم وبيضربوكم ويضطهدونكم ويقولوا عليكم كل كلمة شريرة من أجلي، من أجل المسيح، كاذبين. حبوهم؟ آه. صلوا لأجلهم؟ آه. ربنا يفتح عينهم؟ طبعا الله يسمع ويستجيب هذه الأيام طبعا. يعني مش عايز أقول لكم إيه المعجزات اللي بيعملها رب المجد في انه ينير عيون الاخرين عن قيامته وعن خلاصه البديع الذي يعني صنعه امام علانية امام العالم. وفي شهود على القيامة؟ طبعا في شهود على القيامة، شهود تاريخية وشهود من الانجيل، شهود كثيرين كثيرين رأوا المسيح بعد القيامة. بطرس ويوحنا والتلاميذ ومريم المجدلية اولا والمريمات، تلميذي عمواس، الرسل كلهم مجتمعين كذا مرة. وفي يوم الصعود كان أكثر من 550 شخص بيشاهدوا صعود المسيح إلى السماء، وملاكين نزل لهم قال لهم ابن الإنسان هيأتي هكذا في مجده ليدين العالم. بالمناسبة دي يمكن في ترنيمة مش ألفت كلماتها، يعني من القراءات ومن الإيمان المسيحي اللي احنا كلنا بنقول وبنخر بيه، فأحب أن أنا أقولها لحضراتكم. هتخرج للحن قريب، وإن شاء الله ربنا يختار الصوت ويتمجد ويختار الصوت اللي يقوم بأداء هذه الترنيمة. بتقول إيه الترنيمة دي؟ بتقول يسوع المسيح ربي قد أتى العالم لأجلي ليخلصوا ما قد هلك ونحيا معه إلى الأبد.
يسوع المسيح ربي قد فداني على الصليب وبدم الغالي اشتراني لأحيا معه إلى الأبد. يسوع المسيح ربي قام من بين الأموات، قام بكورة الراقدين منذ الأزل وإلى الأبد. يسوع المسيح ربي سوف يأتي على السحاب ليدين الكل ويجعل أبرار معه إلى الأبد. أتى وصلب وقام وسيأتي. ترنيمة ببساطة بتقول كل ده لكل الأعمار لكل الأجيال. منين؟ من الكتاب المقدس. إن شاء الله نقدر إن احنا ننتجها من السيسات ونذيعها على حضراتكم، ويا رب تعجبكم. قيامة السيد المسيح من الأموات تمثل الكثير للعالم كله. هل في نموذج للناس من أول الفراعنة لما كانوا بيؤمنوا بالخلود وإن في قيامة من الأموات؟ هل في نموذج اتضح أمامهم القيامة دي هي إيه؟ هل الله ممكن أن يخلي العالم كله في جهالات والآن في يوم قيامة وفي نسل المرأة يسحق رأس الحية بدون أن يأتي ويعني ويتمم النبوات؟ يعني قيامة المسيح هي تتميم لنبوات عديدة ذكرت كلها في العهد القديم. كثيرا من الأنبياء تنبأوا بالروح القدس طبعا بالتجسد، وفين في المكان ومين بالظبط ومن نسل ايه بالظبط وهيجي يعمل ايه. وده في المزمور يعني 23 بيذكر انه سقبوا يدي ورجلي داود النبي صلبوه، لم يصلبوه ولكن بالروح تنبأ بما سيحدث للمسيح الملك الحقيقي. القيامة تعني انتصار للبشرية، للمسيحيين بس لا، لكل البشرية. لكن من يستفيد من هذا الانتصار الرائع الذي حققه رب المجد في شخص يسوع المسيح الذي تغلب على الموت وهو إبليس وحسد إبليس؟ بالموت داس الموت، حتى في اللحن كده وهنجيبه في الاحتفال الأخير اللي هنزيعه على حضراتكم النهاردة، اللي هو بالموت داس الموت. بالموت داس الموت، الموت ما يقدرش رب الحياة، الموت يقدر عليه؟ لا يمكن، لا يمكن. لكن المسيح مات ازاي؟ هقول لكم المسيح مات ازاي. المسيح هو انسان كامل زي وزيك زي ما قلت وبلا خطيه، وفي نفس الوقت هو الله اللاهوت حال الفيه. هل اللاهوت يموت؟ لا. هل اللاهوت منفصل عن الناسوت؟ لا. ولكن هو متحد اتحاد كامل ومطلق دون تغيير او امتزاج او لا اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير. يعني ايه؟ يعني اللاهوت ما بيقربش ناحية طبقة الناسوت، لكن يقدر على، لأن هو اللي صنع الناسوت قبل كده في الإنسان، فيقدر أن يحيي مرة أخرى، وضرب المثل بإحياء العازر. لكن قيامة المسيح ليست قيامة العازر. قيامة المسيح نقلت من الزمن اليوم السابع اللي هو استراح فيه الرب إلى اليوم الثامن الأبدية. انت متخيل هذه النقلة؟ عايزك تفكر فيها كده بعقلك اللي ممكن يستوعب يعني ايه انتقال من كل هذا الزمن للا زمن للأبدية. ويتحقق قول السيد المسيح لا تخف ايها القطيع الصغير ان الله سر، يعني فرح، ان يعطيكم الملكوت. الملكوت اللي هو ايه؟ الحياة الأبدية. حياة أبدية شكلها إيه؟ شكلها معرفة، لأنها في المسيح مع الله في حضرة الله. تتخيلها؟ قال عنها بولس الرسول إيه؟ أشياء لا يمكن أن يعجز اللغة عن إدراكها، ولكن بالروح وسمو الروح البشرية ممكن أنك تجيب على نفسك في هذا الإطار. أشياء لم يسمع عنها، لم يخطر على قلب بشر، ذلك الذي أعده الله لمحبيه.
مين يحبيك يا رب؟ الذين آمنوا. بإيه؟ بأنك جيت وخلصتهم. كان في نقاش زمان مع أحد الملحدين يعني، يقول لي يعني ما هو ربنا ده كان ممكن يقول لآدم خلاص ما أنا سامحتك. طب ما هو قالها، قال له أنا سامحتك، بس إمتى يقول أنا سامحتك؟ لما آدم يقدم توبة. آدم تاب، سامحتك، بس طريقة خلاصك ما ينفعش تكون سامحتك كده وخلاص، لأن في صفات لله مطلقة لا يمكن أن تتغلب إحداها على الأخرى. صفة الرحمة موجودة، هنقول صفة الرحمة أوكي سامحتك خلاص، لكن صفة العدل الإلهي ممكن أن تنتقص؟ أجرة الخطية هي موت، لابد أن يدفع هذا الثمن. من يستطيع أن يدفع هذا الثمن؟ ولا واحد يستطيع إلا الله نفسه حينما يتجسد ويأخذ مكاننا كأشخاص، ولكن بملء اللاهوت الكامل ويفدينا على عود الصليب ويقوم بقوة لاهوته، وبكده تبقى العدالة الإلهية لم تنتقص، هي مطلقة ومن الأزل وإلى الأبد. والله له يعني إعلانات إنه يعلن لنا هذا، وأعلنوا لنا وأعلنوا للتلاميذ وأعلنوا لكل المحيطين به، ونادى به في كل الإنجيل لما كتب عن المسيح كان بينادي بالملكوت. هو ده ما بيناديش لجنس واحد، وبيجي للعالم كله، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. صريحة وواضحة وما فيهاش جدال. تقبل ربنا تقبل خلاص وعمله، تقبلش ربنا ما تقبلش خلاص وعمله، إذن أنت تحت الدينونة. عايز تفك صك الدين بتاعك بتروح داخل على المسيح، الصخرة التي تحتمي فيها، تغسل نفسك وإيه؟ وتعدي من إيه؟ من الحكم الجائر، مش الحكم الجائر، الحكم الذي وقع من الجائر طبعا من الشيطان بحسد إبليس يعني، لكن هو حكم لابد أن ينفذ. معنا الأستاذ مرجان، بنقول له كل سنة وانت طيب بمناسبة عيد القيامة، وكل سنة وانت طيب يا أستاذ مرجان، تفضل. وانت طيب يا أستاذ عادل خريستوس أنستي. آلي سوس أنستي. بقول لكل إخواتي وكل العالم، مش مسيحيين وأقباط، العالم كله مظبوط، افرحوا بقيامة رب المجد يسوع المسيح. وبمناسبة القيامة عندي حتة صغيرة عايز أقولها يا أستاذ عادل. اتفضل. مش هتكلم في أي حاجة النهاردة غير عن قيامة الرب. تمام. بقول فيها يسوع الحبيب، بقيامتك وهبت الحياة لمن في القبور. تمام. وشجع عنك كل أنبياء العصور، وكان اسمك السرمدي ظاهرا لكل الظهور. نعم يا يسوعي، وهبت الحياة لمن في القبور، فهل لك أيها المخلوق أن تقبل أحضان يسوع الذي اسمه ملك النور؟ وهل لك أن تقبل الفادي الأبدي وتنعم بفرح في نعيمه بسرور؟ أناشدك ألا تتوانى، ألا تتأخر عن فاد البشرية وكل الجموع. نعم يا يسوعي، وهبت الحياة لمن في القبور. شكرا يا أستاذ عادل. شكرا وكل سنة وانت طيب. إخريستوس أنستي. إخريستوس أنستي. كلمات رائعة، وأستاذ مرجان جميل في تكوين شعره يعني، ودي حاجة بالنادي بيها للكل أسوة بالابن الضال. بيقول الآن أقوم وأذهب إلى أبي، ليس بعد ساعة ولا بعد دقيقة ولا بعد يوم، الآن. وبيقول الكتاب المقدس إن لما الأب شافه، هو شايفه من الأول، شايفه عمل إيه؟ جري ناحيته، ما استناش، الله واقف على الباب ويقرع، من يفتح يفوز، ملهاش حل. تسمع صوت الله، اوعى تغلق الاذان، ان هو ده الصوت الوحيد اللي هيحييك، هو ده الصوت الوحيد اللي هيعديك، صوت الله.
هو ده الصوت الوحيد اللي هيدفع لك التمن اللي انت ما قدرتش عليه. تمن الخطية هي موت، حتى لو الإنسان مات هو غير يعني مش هيقدر يوفي حتى الدين اللي عليه، لأن الخطية معناها موت، والموت هو انفصال عن الله، والانفصال عن الله معناه الجحيم. القيامة معناها نور أضاء في الظلمة، زي ما يوحنا البشير يوحنا قال والظلمة لم تدركه. وبهذا المعنى ايه هو النور اللي موجود من 2000 سنة؟ موجود دليل مادي على القيامة، وبيصور كل سنة بتلفزيونات عديدة في العالم كله، وبتنقل من مكان القبر الفارغ للمسيح اللي هو حاليا بقى كنيسة القيامة. وبالمناسبة احنا لينا كنيسة هناك، ولينا مطران هناك اسمه الأنبا أنطونيوس، وفي كمان البطريرك الروم الأرثوذكس الأنبا سأوفيلوس، هو اللي بيخش وبيتفتش علشان يجيب دليل ظهور النور المقدس. تلفزيونات العالم كله بتنقل هذا الحدث بقالها كتير، ومن 2000 سنة كل النبوذات التاريخية عن هذه المنطقة التي ظهرها المؤرخين قالوا على النور المقدس. كل سنة في هذا اليوم الذي يحدد تاريخه التاريخ الأبقطي اللي هو الأرثوذكسي، اللي هو وضعه أحد الآباء في الكنيسة الأرثوذكسية المصرية، تحديد يوم عيد القيامة هو تحديد يعني مظبوط جدا في هذا لهذا الحدث، يعني عن طريق تاريخ الأبقطي للكنيسة الأرثوذكس أو الحساب الأبقطي في التاريخ الكنسي الأرثوذكسي المصري. وطبعا تاريخ الأرثوذكسي للروم بنفس اليوم، وبناسب نفس اليوم، فهم تقريبا متوحدين في عيد القيامة. هنشوف جزء من إحدى محطات التلفزيونات العالمية وهي بتنقل هذا الحدث، وسيب لي صوتي مفتوح للبطلب من المخرج على أساس إن أنا لو في تعليق هعلق على هذا الفيديو. نرى معا مجد الرب الذي كل سبت النور في الأراضي المقدسة في أورشليم في كنيسة القيامة، يظهر النور المقدس من قبر السيد المسيح الفارغ الذي بعد 3 أيام من دفنه قام المسيح ودحرج الحجر، ونور وزلزال وأحداث القيامة بتأتي في هذا النور الذي يشع وينير كل الشموع، ويبقى لمدة 33 دقيقة نور ممكن يتحط على الوش، نور مش نار، وبعد كده يبقى نار عادية. نشوف مع بعض جزء من ظهور النور المقدس في سبت النور في الأراضي المقدسة. حضراتكم شايفين جموع الناس من جميع أنحاء العالم، ودول لبس يمكن الآباء الكهنة اللي موجودين في الكنيسة الأرثوذكسية الأروام الأرثوذكس، وفي تمثيل كمان للشرطة اللي موجودة الشرطة الإسرائيلية. وادي النور المقدس دخل الأنبا سأوفيلوس، كان في قبلها بلحظات وخرج، وبمجرد ظهور النور بتولع الشعلتين اللي في ايديه، وبمنها بكل الناس دلوقتي هتشوفوهم وهم بيولعوا الشموع من بعض. وهذه الالاف اللي موجوده ويعني فيها زحمه جدا، يعني لو النور ده فعلا مضر يعني هتبقى يعني كانها حاجه. بص الشرطه لا تسمح بان وجود، وحتى في من اهو الأنبا سأوفيلوس واضح انه دخل بعد التفتيش، وده اجراء روتيني كل سنه بيقام في هذا اليوم. وحضراتكم شايفين الشموع وهي بتقاد بالنور المقدس، وهيجي يمكن لقطات دلوقتي اكتر من 30 او 35 كاميرا في هذا الوقت، وبتنقل على الهواء النور المقدس غير الفوتوغرافيا اللي حضراتكم شايفينها. وفي لحظات تقاد الشموع زي ما حضراتكم شايفين شموع النور المقدس. في ناس من عندنا السنة دي راحوا القدس وجابوا لنا جزء من هذه الشموع كبركة تبقى في البيت، وإحنا بنشكرهم عليها.
وبنقول لهم يا بختك. يعني طبعا اللي يروح هذه الأماكن في الأيام دي بتبقى جميلة. وحضراتكم كفاية المشهد ده بتاع سبت النور وهذا الظهور الرائع للنور المقدس في هذا اليوم، هذا اليوم الذي صنعه الرب. وعلى فكرة طبعا القناة بتتبنى رحلات للقدس في كل عام وفي كل وقت، لأن بحسب الترتيب وحسب الاكتمال ممكن أن تقام حتى رحلة مش موجودة في أيام القيامة، في ناس بتبقى مشغولة فممكن أن تحجز الرحلات للقدس عن طريق السيسات ومدام هايدي اللي بتقوم بالترتيب والإعلان عن هذا الموضوع. طبعا دي لقطات تانية عن النور المقدس، حضراتكم شايفين اهي انتظار النور برضو في محطة تانية بنذيع جزء من الفيديو، ولحظات ويظهر النور المقدس اهو حضراتكم شايفين. دي كلها فلاشات لكن هو القبر عليه الحراسة. هو ده النور، هو ده اللي في العمق ده، هو ده الشعلتين اللي طالع بيهم الأنبس أوفيل الثالث مطران الروم الأرثوذكس، وبينير كل الشموع المنتظرة خارجا لإعلان أن سبت النور رب المجد يعلن ذاته في كل لحظة ولا يترك نفسه بلا شاهد. هذا يعني مش هنقول المعجزات عديدة، ولكن في هذا اليوم من كل سنة من 2000 سنة يظهر النور المقدس. ويذكر التاريخ الكنسي ان في حكام من اخواتنا المسلمين ظهروا دخلوا مع مطران، وحضراتكم شايفين الانبس اوفيلس هو خارج والشعلة في يديه، وادي بص منظر الشموع جميل، ودي حضراتكم شايفين هذا المنظر الرائع لسبت النور في الكنيسة القيامة. ويا بختهم اللي حضروا هذا اليوم، ويا بخت الذين يشاهدون بالإيمان هذه اللحظة ويؤمنون بالنور المقدس. شيء رائع، شيء مش فخر البشرية جميعا ان الرب يفتقد شعبه ويجي حتى كل سنة يعلن عن مجده في سبت النور. يمكن هذا الحدث بيسجل كل سنة بتلفزيونات عديدة، من تلفزيون الفلسطينيين في تلفزيون فلسطين وبتنقل عنه قنوات مسيحية عديدة، وأيضا التلفزيون الفرنسي، وأيضا التلفزيون الإنجليزي، والتلفزيون الألماني، والتلفزيون الإسرائيلي، وبتنقل عنهم محطات كثيرة جدا في أمريكا. بنشاهد النور ونؤمن أن يوم السبت ده يوم للبركة ويوم لظهور النور المقدس وإعلان كل سنة عن قيامة السيد المسيح اللي تمت من 2000 سنة ولكنها إلى الأبد. زي ما بنقول هذه القيامة تكفي لأنها هذا الناسوت المتحد باللاهوت فعلا يكفي منذ الأزل وإلى الأبد للبشرية جميعا من آدم إلى آخر حفيد لآدم، أن يعلن إيمانه بالخلاص يدخل في صخرة المسيح. كلمة بعتها قداسة البابا تودروس الثاني لكل المسيحيين، حاول إن أنا لو جبتها لي على الشاشة ممكن نقراها معا. طيب اوكي يعني احنا عايزين كلمة البابا. تمام، كلمة قداسة البابا تودروس الثاني في فيديو مسجل بصوته وصورته لكل ابنائه المسيحيين في جميع انحاء العالم خصوصا امريكا. نشوف الفيديو مع بعض ونرجع لكم تاني.
باسم الاب ابن والروح القدس الواحد امين. اخر السوسانيستي علي السوسانيستي، اهنئكم ايها الاحباء بعيد القيامه المجيد، اهنئكم بفرحه هذا العيد، اهنئ كل الكنيسه القبطيه في كل مكان، الاباء المقارنه والاباء الاساقفه، الاباء الكهنه والشمامسه، اهنئ مجالس الكنائس، وأهنئ كل الخدام وكل الخادمات الشباب والأطفال، وأهنئ كل الأسر المسيحية في كل مكان، وأهنئ كل الإبرشيات القبطية الموجودة في بقاع العالم وبلاد العالم. كل سنة وحضراتكم طيبين، وكل قيامة وأنتم بخير وبصحة. الحقيقة عيد القيامة هو قمة أعيادنا وفرح أفرحنا وبهجة قلوبنا، وهو العيد الذي نحتفل به في كل يوم. عندما نتحدث عن عيد القيامة نتذكر السيد المسيح الذي صلب على الصليب. لقد مات حقا، وعلى هذا شهادات كثيرين. هناك قائد المئة، وهناك حراس القبر، وهناك النسوة الذين زاروا القبر، وهناك أيضا يوسف الرامي الذي حمل جسد السيد المسيح، وأخيرا بيلاطس البنطي الذي حكم أمامه السيد المسيح. والأدلة على هذا أنه مات حقا على الصليب انشقاق حجاب الهيكل، والأكفان التي وجدت في القبر، والحجر الكبير الذي كان على باب القبر أو أمام فم القبر، وأيضا الحراس الذين حرسوا هذا القبر بأمر من الحاكم الروماني، وأخيرا ختم الوالي الروماني الذي وضع على باب القبر. المسيح الذي صلب على الصليب قام في اليوم الثالث كما نقول ونشهد في قانون الإيمان، وكانت شهادة القيامة هي من الملائكة والملاك الذي أعلن أن المسيح قد قام، من الحراس الذين انبطحوا على الأرض، من رؤساء الكهنة الذي أشاعوا إشاعات كاذبة وأضاليل، وأيضا من ظهور السيد المسيح للتلاميذ وعدة ظهورات. والأدلة على ذلك أيضا كثيرة. نتذكر الزلزلة التي صاحبت قيامة السيد المسيح، ونتذكر الحجر المدحرج عن باب القبر وحديث النسوة وهم يتجهن في فجر القيامة ليضعن الحنوط، ثم القبر الفارغ لأنه قد قام، مع الأكفان والمنديل التي وجدت في مكان القبر ومكان الدفن. ويأتي عيد القيامة لكي ما نسأل. القيامة تمت في السنوات الأولى من القرن الأول الميلادي، تقريبا في عام 33 ميلادي. ما فائدة القيامة لإنسان اليوم؟ نحن في القرن 21، ما فائدة القيامة؟ وما فائدة قيامة السيد المسيح من أجلنا؟ سأحكي أمامكم فائدة القيامة في عدة نقاط صغيرة. القيامة تجعل الإنسان يعرف أصله السماوي. أنت أيها الإنسان مخلوق سماوي، كائن سماوي، خلقت على صورة الله ومثاله، على صورته في العقل ومثاله في الإرادة. ولكن الإنسان الأول استخدم إرادته استخداما خاطئا، فكانت النتيجة أنه استخدم الحرية بهذا الاستخدام الذي جعله يكسر الوصية ويكسر قلب الله، وسقط الإنسان واظلمت صورة الله في الإنسان.
ومعنى الإظلام أنه صار هناك ارتباك في العقل وعدم قدرة على التمييز أو الإفراز، وصار الإنسان عاجزا على تبيان الحقيقة. ولكن قبل القيامة جاءت الفترة التي سعى فيها الله للإنسان من خلال أصوات الأنبياء، ثم عندما تجسد فكان القصد من وراء كل هذه هو أن تعود الصورة إلى نورها وإلى إصلاح هذه الصورة الجميلة. ثم جاءت القيامة لكي ما تنير الإنسان الإنارة الجديدة، وصار كائنا منيرا. ولذلك قال السيد المسيح: كل من يؤمن بي لا يمكث في الظلمة، لأن نور القيامة يشع في حياته فتعود الصورة إلى أصلها، ويعود الإنسان في الحقيقة هو على صورة الله وعلى مثال. في أول فائدة أن الإنسان يعرف حقيقة أصله السماوة. الأمر الثاني أن الإنسان يحيا حياة الأمل والرجاء، حياة الأمل والرجاء كل يوم وليس في فترات متقطعة في حياته. فالإنسان اليوم يحتاج إلى هذا الرجاء كثيرا. تذكروا معي المرأة اليائسة التي ذهبت إلى القبر تبحث عن معلمها وسيدها مريم المجدلية، وعندما وجدت إنسانا يحدثها ظنت أنه البستاني، وكانت في هذه اللحظات من البكاء الشديد تبحث عن مسيحها، وأخيرا وجدته وعرفته عندما نطق باسمها يا مريم. وكانت النتيجة أنها صرخت تلك العبارة: ربوني، معلمي وسيدي وربي. في نفس قصة القيامة وفي عصر القيامة، عندما ظهر المسيح مع شابين يتحدثان بيأس عن قصة قيامة المسيح، فيظهر بينهما وهما متجهان إلى أمواس القريبة من أورشليم. وفي نهاية هذه المقابلة كل واحد يقول للثاني: ألم يكن قلبنا ملتهبا فينا؟ وضاع اليأس وحل محله الرجاء والأمل. بالمثل كان مع جماعة التلاميذ الذين كانوا في خوف شديد، ولكن عندما ظهر المسيح بينهم نقرأ في الكتاب: ففرح التلاميذ إذ رأوا الرب. الأمر الثالث في فائدة القيامة لإنسان اليوم أن الإنسان يقتني من خلال القيامة نعمة التبني. فالقيامة في كل يوم الكنيسة تعيشها، تتحدث فيها، تصلي. نحن في كل يوم عندما نصلي صلاة باكر في الأجبية إنما هو تذكار يومي للقيامة المجيدة، لأنها حدثت وقت الفجر. وعندما نحتفل في كل يوم أحد بالقداس الإلهي ونجتمع في يوم الرب هو يوم القيامة، فهذا هو العيد الأسبوعي. وفي كل شهر قبطي نحتفل في يوم 29 من الشهر القبطي بهذه التذكارات: البشارة والميلاد والقيامة. وأيضا في كل عام نحتفل بعيد القيامة، ويمتد الاحتفال إلى 50 يوم نسميها الخمسين المقدسة. هذه الصورة الجميلة أننا نقتني نعمة التبني، نقتنيها في المعمودية حيث ندفن في 3 غطسات على مثال 3 أيام قضاها السيد المسيح في القبر. ونتقدم ونتناول الإفخارستية، ويصلي الأب الكاهن في نهاية كل قداس ويقول في الاعتراف الأخير: يعطى عنا خلاصا وغفرانا للخطايا
وحياة أبدية لمن يتناول به. في كل قداس نتناول ونتقدم إلى الجسد السيدي والدم الكريم، ونتناول لكي ما ننال الحياة الجديدة في نور القيامة المجيدة. إن لم تأكلوا جسد ابن الله ابن الإنسان وتشربوا دمه فليس لكم حياة فيه. ثم أننا أيضا لا نفهم كلمة الإنجيل المقدس إلا في ضوء القيامة، فالأباء الذين كتبوا الأسفار وحي من الله كتبوها في ضوء معرفتهم ومعايشتهم لهذه القيامة المجيدة. القيامة حدث لكل إنسان وفرحة لكل إنسان، وينبغي أن نقتني هذه الفرحة في حياتنا ونعيشها في كل يوم. فالقيامة هي تجديد لعمر كل واحد فينا في كل عام. افرح بالقيامة وعيش هذه القيامة. نحن نصلي في كل ليلة في تسبحة نصف الليل ونقول قوموا يا بني النور لنسبح رب القوات. هذه هي صرخة كل يوم ونداء الكنيسة في كل يوم، قوموا يا بني النور. بالقيامة صرنا بني النور، وبالقيامة نقف ونسبح رب القوات كما يعلمنا الكتاب المقدس على الدوام: ليس لأحد غيره الخلاص. ليس، لأن ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص، كما يعلمنا سفر الأعمال في الإصحاح الرابع والعدد 12. القيامة المجيدة فرحة، نصلي أن تدوم هذه الفرحة في قلب كل إنسان، ليفرح كل منكم بهذه القيامة في حياته، في بيته، في أسرته، في عمله، في خدمته، في كنيسته، في حياته اليومية. وتصير القيامة في كل يوم هي فرحة الإنسان عندما يقوم من نومه ويبدأ نهارا جديدا، يتذكر القيامة المجيدة لكي ما تكون حياته قيام على الدوام. أكرر تهنئتي للجميع وأفرح معكم وأنقل إليكم تهنئة كل مصر وكنيسة مصر، الأباء المطارنة والأساقفة في المجمع المقدس، وكل الإكليروس وكل الشعب، وكل قيامة وأنتم بخير. خريستوس أنستي، خريستوس أنستي، المسيح قام بالحقيقة قام. أبونا قداسة البابا تودروس الثاني، كل سنة وقداستك طيب. خريستوس أنستي، أليسوس أنستي، كلمة رائعة لكل أبنائك في أنحاء العالم عن قيامة السيد المسيح وكيف أن القيامة بتعيشها الكنيسة كل يوم، هي فرحنا إلى انقضاء الدهر. القيامة هي الفرح الحقيقي للإنسان على الأرض بخلاصه من الخطية والشر والموت الأبدي، الموت الأبدي، الرجوع إلى الله، الرجوع إلى الله، إلى الحياة، لأن أباكم سر أن يعطيكم الملكوت. كمان احنا بنتقدم، أسرة السيسات بتتقدم بالتهنئة لأبونا نيافة المطران الأنبا سرابيون، مطران لوس أنجلوس وهاواي، وبنقول له كل سنة ونيافتك طيب وبخير وبصحة وبسلامة، ويديم كهنوتك أزمنة سلمية مديدة على كاليفورنيا كلها إن شاء الله. كل سنة ونيافتك طيب. كمان عايز أقول حاجة، إن كنيسة القديس العظيم الأنبا إبراهام والقديس العظيم ماركوريوس اللي هو أبو سفين، يعني الكنيسة دي موجودة في تورنس، وأبنائها زي أبناء كنائس تانية بيقوموا بنشاطات عدة. اللي بيشجع على هذا النشاط في ثلاث ملايكة في الكنيسة أسمائهم كالتالي: أبونا القمص لوقا سيداروس، وأبونا القمص كيرولوس وسيلي، وأبونا القس أبونا أنجيلوس. ثلاث ملايكة بيراعوا
الأطفال والشباب والجامعة علشان ينتجوا أعمال فنية تدل على إزاي إن الشعب المسيحي ملتصق بالكنيسة، وخصوصا الشباب والأطفال. في احتفال قامت بيه الكنيسة في صباح عيد القيامة، لكن قبل كده أنا عايز أتكلم إن قبل أسبوع الآلام ما يبتدي عملوا مسرحية اسمها بجلدتك شفيت. الحقيقة المسرحية اتصورت من السيسات وهي يعني على أعلى كواليتي، وهنزعها قريب بعد ما يخلص المونتاج، بل كمان هيبقى في دي فيديوهات لمن يطلب. المسرحية رائعة، قام بيها أبناء الكنيسة طبعا تحت رعاية الأباء الكهنة اللي أنا قلتهم، الثلاث ملايكة أبونا لوقا سيداروس وأبونا كيرولوس واسيلي وأبونا أنجيلوس. والحقيقة هم بركة للكنيسة، وربنا يبارك خدمتهم وكهنتهم ويبقوا معانا أزمنة سلمية عديدة يقودوا هذا الشعب، لأن قيادتهم رائعة، لأنها من رب المجد لينا على طول. نشوف إعلان المسرحية نشوقهم بيها الأول قبل ما نخش في الاحتفالات بتاعة نفس الكنيسة، كنيسة القديس العظيم الأنبا إبراهام والقديس مرقريوس بتورنز، إنها برضو عملت احتفال رائع للأطفال في يوم الحد. لكن نشوف الإعلان بتاع المسرحية بجلدتك شفيت، نشوفها مع بعض. نشكر المسيح إلهنا إنه أعطى الأولاد الشبان بتوع كنيسة أبو صفين إن هم يقدموا عمل كنسي. حقيقة عمل رائع، والمخرجين هنا والأساتذة اللي موجودين هنا منتجوا كويس، ويعني كان لي الشرف ان انا اكون معاهم في التصوير، لكن ما كنتش معاهم في المونتاج. هم قاموا بعمل رائع، ربنا يباركهم جميعا، الأستاذ ناجح والأستاذ أسامة والأستاذ سمسم. ربنا يبارككم ويبارك عملكم، وانتوا فعلا نقلتوا هذا الحدث اللي عمله الشباب الى الصورة المرئية والاحتفاظ به كتاريخ. وبرجع اكرر مرة تانية انه هيبقى على شاشة السيسات قريبا هذا العمل، وهيتم طبع DVD-هات لمن يطلب علي الاتصال بالقناة او بي انا شخصيا، وان شاء الله ربنا يخليكم تعملوا اعمال تانية. نيجي بقى لاحتفالات كل يوم حد في الكنائس. طبعا كان لينا شرف التواجد في كنيسة القديس العظيم الأنبا إبراهام والقديس أبو سيفين القديس مرقريوس، في حضرة الأباء الكهنة كمان أبونا لوقا سيداروس وأبونا كيرولوس واسيلي وأبونا أنجيلوس، في احتفالات الأطفال والصبية والشباب بعيد القيامة المجيد. كان يوم الحد اللي فات وصورنا مقتطفات منه. قامت الدكتورة ميرا في الأول بشرح يعني حاجة زي القيامة ليوحنا، وهي حقيقة بتقولها من قلبها، وهي خدت فترة طويلة في الشريط لكن تستاهل، وإحنا نعرضها شبه كاملة لما تم في هذا اليوم. وإلى أن نلتقي يوم الأحد القادم مع حوار ورسالة، أسيبكم تستمتعوا بهذا الاحتفال، والمخرج هيقفل بعديها على طول، ونلتقي الأحد القادم وحوار ورسالة لكم من قناة السيسات. أجمل الأمنيات بالسعادة، ونشوف بعد دي على طول الفيديو لاحتفالات كنيسة القديس الأنبا إبراهام والقديس مرقريوس باحتفالات عيد القيامة. فإلى الاحتفال. كان مليان ايه يعني؟ دم متعور، فلما الست العذراء شالته ايه اللي جه عليها؟ بلد. وايه اللي جه على جون لما حضره؟ بلد. بس افتكروا ان يسوع يوم الخميس on Thursday لما اداهم the blood to drink، نيقوديموس واقف
وقلوا بسادن سمعوا صوت ملائكة من السماء بيقولوا Holy God, Holy Mighty, Holy Immortal, Holy God, اللي هي Archeos, Otheos, Archeos, Ischeros, قدوس الله, قدوس القوي, قدوس الحي الذي لا يموت. انسون القديموس كتبها بسرعة, ودي اللي بنصلي فيها لحد النهاردة. ويوحنا ولاد مشي مع يوسف والنيقوديموس وشالوا يسوع وحطوه جوه ايه؟ كيف كده؟ كان بتاع يوسف, ما كانش حد استخدمه ابدا. حطوا فيه يسوع ولفوه كويس وحطوه له برفيومز and they moved the big stone وحطوها ايه؟ In front of them. Don't ever tell anyone the real story. You tell people that you were sleeping on the job, and when you were sleeping, his disciples came and took him. And even though you slept on the job and they might kill you for that, we'll protect you and keep you safe. لو أريدوا الإنجيل هتلاقيهم بيقولوا كده. فthey were awake. They were up. قيام مش نيام. طبعا يا ولاد كل واحد بعد الصليب وبعد ما حطوا يسوع في الأرض كل واحد روح. مامة جون سالومي والأذر ليديز التانيين لابسين الأسود بتاعهم واخدين برفيوم ورايحين بقى عشان يشوفوا حد يموف ذا ستون ويحطوا ايه some more perfume on the body. ماري ماجدالين لوحدها from another end early in the morning لوحدها رايحة from her house. بس ماري ماجدالين كانت ايه؟ كانت بتحب الهاجس برضه وكانت بتحب قوي 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 يسوع. فجريت أسرع قبل ما الشمس تطلع, ما استنيتش بقية الستات. She didn't wait for anybody. She said, I'm going. You guys wait till the sun comes up to Harim. Wait, أنا رايحة. وهي she was known يعني كده between the people اللي في جيروسلم. So the guards اللي في جيروسلم اللي هناك in the city وحواليها gates were guards. فالجيت مقفول الصبح وده ضمن. بس هي تعرف الناس فيعني someone كده she might have just gave him a tip ولا حاجة وطلعها. خرجت وكلي الجاري وهي أول واحدة راحت شافت مفيش يسوع. فين يسوع؟ مين خده؟ دخلت وبصت وخدت بعضها وكريت رجعت تاني جيروسلم قالت للجار دخلي دخلي. كريت راحت خبطت على بيترز هاوس الحق يا بطرس. راحت خبطت على جون مش لاقيه. مش لاقيه مين؟ مش لاقيه يسوع. I went to put perfume مش لاقيه. فجون وبيتر went running. طبعا I'm gonna make fun of you معلش if I get you up في نبنا. اوكي ابنه اللي مش موجود لو مايكل وابنه were on a race running مين هيوصل الأول؟ ابنه صغير ابنه فبطرس ويوحنا. Peter is an old man, John is a young man, and they both ran. Who arrived first? John. He was young, so he arrived first. بس كان مؤدب قوي جون. جون كان very polite. He lets people ahead of him. So even though he arrived in the tomb first and the tomb is open, he didn't go in. He waited. علشان مؤدب. علشان he knows and the Peter is bigger. So when there's an adult around you, you let them first. So he waited for Peter. Peter gave
أول ما بيتر دخل قام جون دخل. بيتر لوكت فين يسوع؟ يسوع مش موجود. بس جون لوكت and he sniffed كده and he believed. قال أنا عارفك يا رب يسوع أنت رحت فين، بس ما قدرش يفتح بقه وما قدرش يتكلم عشان ما يقولش حاجة لبيتر الكبير. وقف يتكلم بس هو بص وشم وقال له أنا عارفك، أنا عارف إن أنا وأنا في حضنك كنت بعرف كل حاجة. أنا I feel you, I believe you're alive. وخد بعضه ومشي من غير ما يقول حاجة تاني. قول آمين المسيح لإلهنا وانتصر عنه. صم يسوع النار بين يوم وليلة، صم يسوع النار بين يوم وليلة، ودحنا صمنا وجينا نقدم تهانينا، ودحنا صمنا وجينا نقدم تهانينا. Thank you.
المسيح كان
المسيح.